أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل العمل على تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيزها بما يسهم في ربط العملية التنموية ويصب في صالح الوطن والمواطنين. أضاف سموه أن المملكة تواصل جهودها الرامية انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن مبادئ رؤيتها الاقتصادية 2030 الاستدامة التنافسية العدالة لضمان الحفاظ على مواردها واستدامتها واستمرارية مسيرتها التنموية الشاملة لصالح أبنائها والأجيال القادمة. مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى نحو تعزيز مكانتها التنافسية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية من خلال مشاريعها التطويرية بما يحفز البيئة الاستثمارية ويخلق مزيدا من الفرص النوعية الواعدة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله ويرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي كبار المسؤولين بتدشين مشروع مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين والاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على تأسيس شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وذلك بالمبنى الرئيسي للشركة بالصخير. ولدى وصول سموه إلى مقر الشركة كان في مقدمة مستقبلي معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، حيث هنأ سموه شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على تأسيسها، معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز ولكافة منتسبي الشركة على الجهود المبذولة في إحداث نقلة نوعية في تنمية قطاع الغاز من خلال التشجيع على الاستثمار فيه واستدامته كمورد هام يسهم في مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وأثره الإيجابي على زيادة النمو الاقتصادي. لافتا سموه إلى ما تحقق من منجزات على صعيد قطاع النفط والغاز من اكتشاف أكبر حقل النفط في تاريخ المملكة واكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق، ونوه سموه في هذا الصدد بعدد من المشاريع الحيوية التي تم إنشاؤها في مجال تطوير قطاع النفط والغاز بما تحقق في مشروع مصنع الغاز الثالث في حقل البحرين والذي يتم تنفيذه ضمن المشاريع الحيوية والاستراتيجية للمملكة، إضافة ما قامت به المملكة من سياسات ومبادرات لتطوير وتنمية هذا القطاع للاستفادة من هذا المورد ومواكبة تطورات هذا القطاع لترسيخ مكانة المملكة في هذا المجال. أضاف سموه أن قطاع الغاز اليوم يشهد تحولا كبيرا بفضل الابتكارات التقنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع والتشجيع على الاستثمار فيها، وهو خطوة نحو استشراف المستقبل بما يسهم في زيادة انتاجية قطاع الغاز ويرفع مستوى الأداء فيه ويعود بالنفع على الاقتصاد في المملكة. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم آخر من أيام الوطن، بفضل الله نشهد فيه حصاد جهود سموكم، فبسعيكم نحو الارتقاء باقتصادنا الوطني، وتحقيقاً لرؤية وتطلعات والدكم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومع مرور 40 عاماً على تأسيس شركة بانغاس وبانغاس التوسعة، تدشنون سموكم في هذا اليوم مشروع التوسعة الثالثة لمصنع التكرير، مصنع تكرير غاز البترول المسال بسعة 350 مليون قدم مكعب، لتصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للتكرير إلى 650 مليون قدم مكعب. وسوف يتمكن المصنع الجديد من استخلاص قرابة 400,000 طن متري سنوياً من سوائل غاز البترول المسال، وهي غاز البروبين والبيوتين والنافثة، حيث استغرق العمل على إنشاء هذا المشروع 33 شهر، وتم خلالها إنجاز أكثر من 15 مليون ساعة عمل دون حدوث أي إصابة بفضل الله، وقد بلغ عدد القوى العاملة أثناء مراحل إنشاء المشروع أكثر من 4500 بين مهندسين وفنيين وعاملين. وأتاح سيدي هذا المشروع الفرصة لتوظيف قرابة 140 بحريني، ويضاف ذلك إلى أعداد القوى العاملة لإجمالي المصنع الأول والثاني والثالث، ليصل إجمالي العدد إلى 667، غالبيتهم من أبنائكم وبناتكم من الشباب البحرينيين. وقد بدأ سيدي تشغيل الفعلي للمصنع في شهر نوفمبر من العام الماضي بخبرات وطنية بحرينية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، حيث تم تصدير أول حمولة وقدرها 23,000 طن متري من غاز النافذة و 25,000 طن متري من غاز البترول المسال. سيدي سمو ولي العهد، إن إنجاز هذا المشروع جاء في وقت قياسي، وكان السبب الرئيسي إلى اتباع نمط غير تقليدي في طرح المناقصة العامة، حيث استعنا بطريقة الديزاين اند بيلد. إذا تسمحون لي طويل العمر أتكلم اللغة العامية، إذا تذكرون الله يحفظكم طلبتوني في اجتماع في قصر الإقليمية، كانت من سنوات قليلة، كان لأول مرة اجتماع انفرادي وفي حديقة القصر، واتخذت سموكم القرار بالمضي في هذه الطريقة، دعينا 3 من الشركات المقاولات العالمية وطلبنا منهم على غير عادة تصميم المشروع. عادة يطلب منهم فقط تسعير المقاولة، في هذا المشروع بسبب توجيه سموكم طلبنا منهم التصميم وتسعير المقاولة. بهذه الطريقة اختصرنا عام كامل، لذلك نشهد سموكم في هذا اليوم تدشين المشروع. كذلك وفرنا على التقدير الحالي 25% من الكلفة المقدرة، فلكم منا سموكم جزيل الشكر. هذا لم يكن يكون لولا قراركم الشجاع والسريع في وقته، وأبشركم ثقتكم في أبنائكم وقدراتهم في تنفيذ مثل هذا المشروع أتت بثمارها، فالفضل لسموكم، ونشكر لكم دعمكم لهذا القطاع الحيوي، فلولاه ما استطعنا اليوم أن ندشن هذا المشروع. لكم جزيل الشكر سموكم، إلى أن نلقاكم بإذن الله في إنجازكم القادم. كل عام وانتم بخير، وشكرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2018 بدأ التشغيل الفعلي للمصنع بخبرات وطنية بحرينية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، حيث تم تصدير أول حمولة قدرها 23,000 طن متري من غاز النفاثة و 25,000 طن متري من الغاز المسال. وقد تم تصميم المصنع ليستوعب 350 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب الإضافي المتوفر في حقل البحرين، وسيتمكن المصنع
أيضا من استخلاص 332 ألف طن متري سنويا من سوائل غاز البترول المسال وهي البروبان والبيوتان والنفاثة، وإعادة ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل ومعالجته وتجفيفه.